فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: إذا بعت سلعة عبارة عن أدوات تجميل وعطورات على نساء أعلم بتبرجهن، فهل أكون آثمة بذلك؟ نعم، إذا كنت تعلمين أن يستعمل أدوات التجميل للتبرج فأنت متعاونة معهن. الله جل وعلا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كانت تشتري أدوات التجميل لبيتها وعند زوجها ولا تخرج به للتبرج للشارع فلا بأس. نعم.